إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي، سنقوم بحل هذا التمرين الذي هدفنا منه هو تعلم الحلول البيانية والمناقشة. قال: لتكن، لاحظوا، لتكن الدالة اف معرفة على ار ما عدا الناقص واحد. كلمة ار ما عدا الناقص واحد يعني هذا الناقص واحد لو وضع هنا في المقام تعطي لكم صفر، يعني الدالة غير معرفة عند الناقص واحد، يعني لا توجد صورة للناقص واحد. هذا الأمر الأول. لاحظوا، يعني لو نأتي هنا ونعوض بناقص واحد، لاحظوا ماذا نجد؟ نجد ناقص واحد زائد واحد ويساوي لنا الصفر، ولا يمكن أن نجد عدد على الصفر. هذا أصلا لا يوجد في الرياضيات، لأن تسمى القيم الممنوعة. كذلك هنا أبنائي عندنا حيث سي تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس أو إي جي. ها هو أمامكم، ها هو الأو والإي والجي، هكذا كما تلاحظون. عندنا كذلك سنوضح أمامكم محور فواصل. ها هو أمامكم محور فواصل أبنائي، ها هو أمامكم محور فواصل، نعم، ها هو أمامكم محور الفواصل. كذلك نكتب هنا عليه إكس، إكس فتحة، إذن ها هو إكس وإكس فتحة. وعندنا كذلك محور التراتيب، ها هو أمامكم محور التراتيب أبنائي، ها هو أمامكم محور التراتيب اللي هو إيكغريك، إيكغريك فتحة، إيكغريك وإيكغريك فتحة. عندنا كذلك هنا أبنائي نبدأ رويدا رويدا كي نتعلم. عليكم بالتركيز معي في هذا التمرين لأنه تمرين مهم جدا. إذا نبدأ بواحد، أوجد بيانيا عدد، أولا كلمة عدد وإشارة الحلول. كلمة عدد يعني كم يوجد من حل، حلين، ثلاثة، أربعة، خمسة. والإشارة أين البليس وأين أين الموجب وأين السالب. نبدأ على بركة الله بالمثال الأول. ها هو أمامكم f لx يساوي 2. أولا أبنائي عليكم بالتركيز معي، كلمة f لx يساوي 2، قلت لكم كلمة f لx هي نفسها y، y يساوي كم؟ 2. ها هو محور y. أولا y يساوي 2، يعني هي نقاط تقاطع المنحني، لو هذه لو نترجمها بيانيا، هي نقاط تقاطع المنحني C مع ماذا؟ مع المستقيم y يساوي 2. نأتي الآن ونرسم مستقيم y يساوي 2. إذا أولا علينا بالترقيم. لاحظوا أبنائي هنا 1، وهنا 2، وهنا 3. هنا لاحظوا 1، وهنا 2، وهنا 3، وهنا 4. هنا ناقص 1، ناقص 2، وهنا ناقص 3. ركزوا معي، هنا عندنا المستقيم ماذا قال؟ المستقيم y كم يساوي؟ يساوي لنا 2. ها هو المستقيم y يساوي 2، هذا هو المستقيم y كم؟ y يساوي 2. ها هي نقطة واحدة اقطعوا فيها. لو نأتي بإسقاطها على محور الفواصل، دائما تركزوا على محور الفواصل، لا تركزوا على محور التراتيب، أنها معادلات ومتراجعات متعلقة بالإكس ليس بالإيكغريك. لو تسقطها هنا كم تجد؟ تجد الحل هو الصفر. يعني نقول هذا الحل كم بيانيا؟ كم يوجد حلا وحيدا؟ إكس يساوي الصفر. إذا كم عدد الحلول؟ عدد الحلول، عدد الحلول يوجد، نقول يوجد حلا وحيدا. كيف هو؟ معدوما x يساوي الصفر. هذا هو الحل الأول للمثال الأول. المثال، نأتي الآن إلى المثال الثاني. المثال الثاني نفسه y يصبح يساوي ناقص 2. نأتي ونرسم مستقيم y يساوي ناقص 2. ها هو أمامكم y يساوي ناقص 2، عفوا عفوا، إذا قلنا y يساوي ناقص 2. لو نأتي ونسقط هكذا كم نجد؟
نجد أولا يوجد حل وحيد. هنا يمكن أن نقول كذلك بما أن هنا يقع في قيمة حدية صغرى نقول حل مضاعف. هنا يمكن أن نقول هنا كما أركز حل مضاعف. كذلك هنا يمكن أن نقول يوجد هنا إذن حلول المعادلة يوجد إذن x يوجد حلا وحيدا كيف هو مضاعفا. لماذا نستعمل كلمة مضاعفا أبنائي؟ لأن لما يكون الحل عند في القيمة الحدية العظمى والقيمة الحدية الصغرى نقول حلا مضاعف، يعني في تلك المكان يكون دالتا يساوي الصفر. مضاعفا إكس كم يساوي ناقص كم؟ ناقص اثنان، يعني حلا سالبا، حلا سالبا. إذا هنا لو تلاحظون سقط عندنا نسقطه على محور الفواصل نجده إكس يساوي كم؟ يساوي ناقص اثنان. نأتي كذلك إلى المثال الآخر، تابعوا أرجوكم حتى تتعلموا من هذه الأمور كل شيء. عندنا كذلك هنا هذا كم؟ اللي هو كم يصبح إيجراك كم يساوي واحد. نأتي أبنائي ونرسم مستقيم إيجراك يساوي واحد. ها هو إيجراك يساوي واحد. هل يوجد التماس أو تماس أو تقاطع مع المنحني؟ لا. إذا هنا لو تلاحظون ها هو المنحني فوق وها هو منحني تحت. أصل لا، إذا نقول لا يوجد حلول للمعادلة f dx تساوي واحد بهذه البساطة. الآن عندنا كذلك، ركزوا دائما أبنائي حتى تتعلموا المثال الثالث، f لx يساوي ثلاثة. f لx كم يساوي؟ يساوي ثلاثة. نأتي الآن لاحظوا جيدا، عندنا قلنا هنا اثنان وهنا ها هو واحد اثنان ثلاثة. نرسم خط، ها هو الخط يعني بالتقريب إيجراج يساوي ثلاثة، هو نفسه قلت. كم يوجد لنا من حل أبنائي؟ لاحظوا جيدا، ها هو حل وها هو حل آخر. بين عدد وإشارة، عدد وإشارة. يوجد نقول يوجد حلان أحدهما كيف هو سقط في الجهة ماذا؟ السالبة. أحدهما مو سالب والآخر موجب. لماذا؟ لاحظوا ها هو الإكس ها هو الصفر، إذا مفترق هذا هذا هكذا وهذا هكذا. يوجد حلان أحدهما سالب والآخر موجب، يعني يوجد كم من حل؟ حلان. نأتي الآن إلى المثال الآخر. المثال الآخر أبنائي f لx يساوي ناقص 4، يعني y يساوي ناقص 4. نأتي هذا ناقص كم؟ هذا ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4. نرسم خط هكذا، هذا هو المستقيم y يساوي ناقص 4. كم يوجد من حل؟ هيا نسقط على محور الفواصل، 1 نسقط الثاني، ها هو أمامكم. إذا يوجد، نحن نتحدث على هذا، يوجد حلان سالبان فقط للمعادلة f لx. كيف؟ f لx نقول، قلت f لx أقل، f لx يساوي ناقص 4. عندنا كذلك f لx يساوي ناقص 1. f لx يساوي ناقص واحد، f لx يساوي ناقص واحد، ها هو ناقص واحد. هل يقطع المنحني؟ لا، لا يوجد حلول لمعادلة. أصلا لا يوجد حلول لهذه المعادلة لأن لا يقطعه أصلا، لا يوجد حلول. هذه فيما يخص السؤال الأول اللي هو هذا. نأتي الآن إلى السؤال الثاني، قال ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي ان حلول واشارات حلول المعادلة التالية. ركزوا هنا معي جيدا أبنائي حتى تتعلموا كل شيء. نبدأ بالحالة الأولى،
اف لي اكس يساوي لنا، عفوا قلت احول المعادله، ناتي الى الحاله الاولى، ها هي الحاله الاولى. ماذا يقول؟ اكس مربع زائد 2 ناقص ام اكس زائد 2 ناقص ام يساوي 0. يا ابنائي هنا عليكم بالتركيز جيدا. كيف؟ عليكم ان تحولوا هذه العباره الى ماذا؟ الى شيء عليكم بالتركيز معي، هو ان تجدوا من هذه العباره اف لي اكس يساوي، ركزوا، شيء يحتوي على ام. هذا هو الامر الاهم، يعني شيء يحتوي على ام. كيف؟ يعني علينا ان نجد هذه العباره تساوي شيء يحتوي فيه ام، لا يهم اي شيء. من ماذا؟ انطلاقا من هذه المعادله. نبدا على بركه الله، ولاحظوا في جميع الحالات، ركزوا دائما، يعني لو ناتي الى هذه الامثله التي توجد هنا كلها، ركزوا على هذا الامر، من هذا الحاله الى هذه الى هذه، ثم نأتي إلى الحالات الأخرى نتحدث عنها بعدها. إذا هنا أبنائي كيف ننطلق؟ انظروا دائما أعينكم على هذه العبارة، بالرغم أنتم تعملون مع هذه العبارة التي تعملون بها، إلا أن دائما ركزوا انتباهكم على الفوق. عندنا إكس مربع، عندنا إكس مربع، هيا نكمل النشر في هذه العبارة. ماذا تصبح؟ تصبح إكس مربع زائد 2 اكس ناقص ام، نعم ناقص ام اكس زائد 2 ناقص ام يساوي 0. ركزوا جيدا، ما رأيكم أبنائي؟ ها هو ظهر شيء، ثم ظهر شيء آخر، ثم ظهر شيء آخر. لو تلاحظون ظهر البسط، يعني اكس مربع زائد 2 اكس زائد 2 يساوي، هيا ننقل هذه الامور الاخرى الى الطرف الاخر، تصبح لنا ام اكس زائد ام. ركزوا جيدا، نعم هذا ننقله الى هذا الطرف وهذا الى الطرف. ما رايكم ابنائي؟ اكس مربع زائد 2 اكس زائد 2 يساوي، نستخرج الام عامل مشترك، ماذا يبقى لكم بالداخل؟ يبقى لنا اكس زائد 1. ركزوا ارجوكم، ربما بين هذا وهذا، بين الام وهذه العباره في، فهذا ينقل الى المقام، قاعده في الرياضيات، يعني ينقل هذا الى هذا الطرف، يعني يصبح اكس زائد 1 يساوي ماذا؟ وهذا قد انتقل، ماذا يصبح؟ يصبح ها هو قد وجدنا اف لإكس، ها هي أمامكم، يساوي شيء قلت فيه أم، لا أم إكس زائد أم، أم مربع جذر أم، لا يهمني، المهم وجدت، ركزوا انتباهكم على أن تجد اف لإكس، أن هذه الاف لإكس هي عبارة المنحني سي. إذا ظهرت في الأخير كل بعد كل هذا العمل، وجدنا أبنائي ماذا؟ وجدنا شيء اللي هو اف لإكس يساوي ام، واف لإكس ما هو؟ هو نفسه إيجراج، يعني إيجراج يساوي ام. الآن قد توضحت كيف تكون المناقشة، سنناقش ونجد الحلول بطريقة بسيطة. إذا ماذا نقول؟ نقول إيجراج، وجدنا أولا، وجدنا اف لإكس يساوي لنا ام، أي نقاط تقاطع المنحني سي مع المستقيم إيجراج يساوي ام. هذه بالدرجة الأولى، لأن قلت هذه هي نفسها إيجراج.
الآن كيف هي وضعية هذا المستقيم؟ وضعية هذا المستقيم أبنائي لا تخافوا، وضعية هذا المستقيم هي هكذا. لماذا؟ حتى تعرفوا الوضعية أعطوا قيمة لآم، أعطوا أبسط قيمة اللي هي الصفر، يصبح إيه لك كم يساوي؟ يساوي الصفر. هذا ماذا هو؟ هو محور الفواصل، هو هذا بنفسه. إذا كل المستقيمات هذه تتوازى معه. الآن ننطلق في المناقشة، ننطلق في المناقشة نقطة بعد نقطة. ركزوا على كلمة إيجراك، هذا هو محور، قلنا محور تراتيب. ها هو محور تراتيب، لو جاء أي شيء من محور تراتيب أكيد سينطلق من هنا ويبدأ بالصعود هكذا تدريجيا، يعني المستقيم سيبدأ من هنا ويبدأ بالصعود. آم يشبهه، يعني آم لا يتناقش معه، يمشي كما يمشي هو. القيمة التي يأخذها إيجراك يأخذها آم. يعني أولا لو نبدأ نقول المستقيم ها هو، ثم أصبح يزيد، ثم أصبح إلى غاية هذا المكان، ثم هنا يوجد المستقيم يكمل مسيره. ولكن هل يوجد نقاط تقاطع؟ ركزوا معي فقط، ركزوا أبنائي والله ستفهمون كل شيء. نقول آم الحالة الأولى ينتمي، جاء من هنا، من هنا من الأسفل، من ناقص ما لا نهاية. لاحظوا المنحنى هكو ما زال، يعني المنحنى من هنا، يعني كم؟ من ناقص يعني ما لا نهاية. حلان، لاحظوا ها هو حل وها هو حل. أسقط دائما على محور الفواصل، ركزوا دائما الحلول تكون على محور الفواصل، لم نتحدث عن محور التراتيب. هنا حلان، هنا حلان، هنا حلان، إلى غاية هذا المكان. كم هذا المكان؟ هذا المكان لو تركزوا معي هو الناقص اثنان، يعني إلى غاية ناقص اثناني. نجعل المجال هكذا مفتوح، يوجد حلان سالبان فقط، هذه الحالة رقم واحد. نأتي الآن، لاحظوا جيدا، لاحظوا أبنائي وركزوا معي. الآن لما يكون المستقيم في هذا المكان هنا، عفوا هنا بهذه الدرجة، ها هنا هكذا بالتقريب، يعني في هذا المكان، كم يوجد عندنا من حل؟ نقول ثانيا آم كم يكون؟ آم يساوي ناقص اثنان، توقف عند الناقص اثنان. يوجد حلا مضاعف، كم قيمته ناقص اثنان؟ يوجد حلا وحيدا مضاعفا، كم قيمته مضاعفا؟ سالبا، سالبا اكس يساوي ناقص اثنان. ها هو اسقطه هنا تجدون ناقص اثنان. الان من هنا ام هكذا ما زال يكمل المستقيم استمرار، لا يوجد حلول الى غايه هذا المكان. كم هنا؟ الاثنان. اذا نقول ام ينتمي من ماذا؟ من ناقص اثنان الى غايه اثنان، يعني من هنا الى هنا هكذا، لا يوجد حلول، اصلا لا يوجد حلول في هذه الحاله. الان عندنا ام ياخذ القيمه اثنان وهنا، فالام يساوينا اثنان، يوجد حلا وحيدا كيف هو؟ مضاعفا اكس يساوي الصفر. ها هو اسقطه هنا تجدون اكس يساوي صفر. الآن نكمل، يكمل المسير. ها هو أم مازال يأخذ قيم إيجراك، مازال يعني يكمل المسير. كم يوجد من حل؟ لاحظوا أبناء يوجد حلان، أحدهما هذا ناقص وهذا زائد. أم ينتمي من ناقص من اثنان إلى غاية زائد ما لا نهاية. المعادلة تقبل حلان مختلفان في الإشارة هكذا، يعني أحدهم موجب والآخر سالب، هذا هو المقصد من كلمة مختلفان في الإشارة. هذه هي فيما يخص المناقشة في الحالة رقم واحد، يعني هكذا قمنا بحل هذا التمرين بالمناقشة في الحالة الأولى. سنكمل الآن مع الثانية. الآن مع الحالة الثانية أبنائي بنفس الفكرة، قلنا علينا أن نجد f لإكس
يساوي الشيء فيه ان. نبدأ ننطلق ننشر، تساوينا اكس مربع زائد اثنان اكس زائد ان اكس، لاحظوا زائد اثنان زائد ان يساوي الصفر. عندي هذا مع هذا مع هذا اللي هو نفسه هو هذا، اللي هو اكس مربع زائد اثنان اكس زائد اثنان يساوي، أنا ننقل هذا إلى هذه الأطراف تصبح ناقص ام اكس ناقص ام. ما رأيكم أن نستخرج هنا؟ نستخرج ناقص ام عامل مشترك اكس زائد واحد، هذا إذا انتقل ينتقل إلى المقام تصبح اكس مربع زائد اثنان اكس زائد اثنان على اكس زائد واحد، وهنا نحذف هذا الأمر من هنا هكذا، تصبح ماذا؟ تصبح ها هي أمامكم اف لإكس يساوي ماذا؟ يساوي ناقص ام، اللي هو إيكغيك يساوي ماذا؟ يساوي ناقص ام. إذا ماذا يمثل؟ هي دائما بنفس الطريقة، هي نقاط تقاطع المنحني والمستقيم إيكغيك يساوي ناقص ام. الآن فيكم من يقول يا أستاذ هذا المستقيم هو من هنا وأصبح ينزل، لا ما زال ينطلق من المقام، لأن المستقيم قاعدته ينطلق من النقص من ويأتي هكذا، مستحيل أن يأتي من هنا ويبدأ بالنزول، لا هذا الأمر غير وارد، لأن نحن نتحدث مع الإيكغيك، أما الآن فهو وسيط فقط. يعني فيكم من يقول يا أستاذ هل يظهر الآن هنا في المنحني؟ لا، هذا المنحني هو خاضع لإكس وإيكغيك فقط، أما الآن فهو وسيط. الآن كيف نقوم الآن بالمناقشة؟ المستقيم أبنائي، المستقيم ركزوا معي، المستقيم لا زال يكمل مسيره بهذه الطريقة، لأن المستقيم خاضع لماذا؟ لقيم إيكغيك، والآن يصبح وسيط. إذا نقول ماذا؟ نقول تابعوا، هنا كل شيء إيكغيك يساوي لنا ناقص آن، كل القيم التي نجدها للإيكغيك كيف نفعل؟ نضربها في ناقص. ها هو الناقص، يعني لاحظوا نقول إيكغيك، نبدأ بإيكغيك، إيكغيك ينتمي من ناقص ما لا نهاية، يعني هذا الإيكغيك جاء من هنا وأصبح يصعد هذا المستقيم إلى غاية هذا المكان اللي هو ناقص اثنان، هذا من؟ هذا الإيكغيك، آم عوضوا هذه القيمة هنا، يصبح آم ينتمي من ماذا؟ ركزوا معي. هنا لما نعوض بالناقص ما لا نهاية مع الناقص تصبح زائد ما لا نهاية، وعوض هذه القيمة هنا تصبح اثناني، لأن لا يمكن أن نكتب هنا زائد ما لا نهاية هنا اثنان، لا ينقلب. يوجد حلان سالبان فقط، ها هو واحد وهو الآخر، نفس الطريقة إلا أن تعكس كل الأمور. هنا إيكغيك كم؟ ناقص اثنان. آم كم يصبح؟ يصبح يساوي لنا اثنان. يا أبنائي الآم لا يظهر هنا، قلت لكم الآن لا يظهر، إذا لاحظوا هنا لو كان يظهر آم كم هنا؟ كم؟ اثنان، ها هي الآم يساوي اثنان ونحن نتحدث هنا، إذا احذروا من هذه الأمور، قلت لكم دائما المناقشة الشيء الذي يظهر هو قيم الإيكغيك ليس قيم الآم، الآم وسيط لا يظهر هنا أبدا. إذا هنا ماذا نقول؟ يوجد حلا وحيدا مضاعفا هنا في هذا المكان، كم قيمته؟ قيمته اكس يساوي ناقص اثنان. كذلك نأتي إلى الحالة التي بعدها، ما هي الحالة التي بعدها؟ لاحظوا جيدا، يعني من هنا إلى هنا، يعني إيكغيك ينتمي، إيكغيك يعني المستقيم، يعني يكون يتحرك من ماذا؟ من ناقص اثنان إلى غاية الاثنان. آم يصبح ينتمي، أعكس كل شيء، هذه القيمة ضربها في ناقص وهذه في ناقص، يصبح من ناقص اثنان إلى ماذا؟ إلى اثنان، يعني تبقى دائما، يعني أنا لا يمكن أن تقول من اثنان إلى ناقص اثنان، لا، يعني آم لأن هكذا إيكغيك يساوي ناقص آم، أضرب هذه القيمة في الناقص تصبح زائد وهذه، إذا هنا لا يوجد حلول. يا أبنائي ركزوا، قلت المستقيم هو الذي يظهر ليس الآم، الآم لا يمكن أن يظهر، الآن هنا
إي قلت كم يصبح؟ يصبح اثنان. آن يصبح كم؟ يصبح ناقص اثنان. حلاً مضاعفاً إكس يساوي الصفر فقط. الآن هنا إيجراك كم؟ إيجراك ينتمي من الاثنان إلى الزائد من النهاية. آم كم يصبح يا أبنائي؟ أعكسوا كل الأمور، أضربوا كل شيء في الناقص. يصبح ينتمي من ناقص ما لا نهاية إلى الناقص اثنان. كم يوجد حلان مختلفان في الإشارة؟ هذا هي المناقشة في هذه الحالة، واحذروا جيدا ماذا كنت أقول. الآن نأتي إلى الحالة الثالثة ونكمل هكذا. نأتي إلى الحالة الثالثة، لاحظوا جيدا، تابعوا أرجوكم حتى تتعلموا، يعني هذا التمرين هو شامل لجميع المناقشات البيانية. نكمل مثل ما قلت، لازم نجد اف لإكس يساوي لنا شيء يحتوي على ان، لا يهمنا هذا الشيء ما هو. نبدأ أي أبنائي، نبدأ بالنشر. إكس مربع زائد 4x زائد ام إكس زائد 4 زائد ام يساوي الصفر. الآن يعني نلاحظ ربما يحدث شيء، تابعوا أرجوكم. ماذا نحتاج؟ نحتاج إكس مربع زائد 2x زائد 2، هذا الشيء نحتاجه لأنه هو هذا. ماذا يبقى لدينا؟ هنا ركزوا، زائد 2x هنا زائد ام إكس زائد 2 زائد ام يساوي الصفر. ركزوا معي فقط، قمت بفك هذه إلى 2x و 2x، وقمت بفك هذه إلى 2 و 2. أنا أحتاج هذا الشيء لأنه هو يمثل بسط العبارة. تصبح إكس مربع زائد 2x زائد 2، وننقل الباقية إلى الطرف الآخر. ماذا يصبح يساوي؟ يصبح يساوي لنا ناقص 2x ناقص ام إكس ناقص 2 ناقص ام. نقلت كل الأمور إلى الطرف الآخر. لاحظوا جيدا، سنكمل، تصبح تساوينا هذا لا تحدث عليه، اتركه كما هو. نأتي إلى الطرف الآخر ونرى ماذا سيحدث، ماذا سيحدث. لاحظوا جيدا، هنا عندي ناقص 2x وناقص ام إكس وناقص 2. نستخرج ما بالكم الآن أن نستخرج هنا، هنا كما تلاحظون نستخرج الناقص، نستخرج الام هنا. ركزوا جيدا، إذا هنا قلت نكمل أبنائي، ركزوا الآن معي كيف نعمل. قلت دائما مبدأنا الأساسي هو أن نجد هذا الشيء مهما كانت الظروف، نجد f لx يساوي شيء، إلا أن عليكم بالانتباه معي حتى تتعلموا كيف نفعل هذا الأمر. قلت لنا نلمسه فهو ظهر مباشرة. نأتي بقي لنا الأمر مع هذا، ما رأيكم إلى هذا مع هذا؟ نستخرج الناقص 2 عن مشترك، تصبح إكس زائد 1. ونأتي الآن أبنائي إلى هذا مع هذا، ماذا نقول؟ نستخرج الناقص آم عامل مشترك، ماذا تصبح؟ إكس زائد 1. أعيد النشر، يساوينا الآن، هيا نستخرج الناقص 2، نستخرج هذا مع هذا كعامل مشترك، يصبح ناقص 2 ناقص ام في اكس زائد 1 يساوي لنا اكس مربع زائد 2 اكس زائد 2. وهذا اذا انتقل، بما ان في ينتقل الى المقام اللي هو اكس زائد 1. يعني في الأخير ماذا ظهرت؟ ظهرت f لإكس يساوي لنا ناقص ام ناقص 2، اللي هي نفسها إيكغيك يساوي لنا ناقص ام ناقص 2. ها هو المستقيم.
قد ظهر مثل ما تحدثت معكم وقلت لكم عليكم أن تجدوا f لإكس يساوي شيء فيه m. ها هو الشيء الذي فيه m. الآن ننطلق في المناقشة بعد ما وجدنا هذا الأمر اللي هو ناقص m ناقص 2. ننطلق في المناقشة مثل ما فعلنا في الأول، يعني الأمر هنا الصعب هو عليك أن تجد العبارة صحيحة. ننطلق معي فقط. إذا أولا المستقيم ما هو؟ هو إيكلاك يساوي ناقص آم ناقص 2. ركزوا جيدا فقط. أولا كيف يمشي هذا المستقيم؟ يعني كيف يتحرك؟ يتحرك هذا المستقيم، نعطو قيمة مثلا لإيكلاك، نعطو القيمة لآم، نعطو له صفر، يصبح إيكلاك كم يساوي؟ ناقص 2. ناقص 2، ها هو إيكلاك يساوي ناقص 2. إذا كل المستقيمات تحرك مثله، لا تخاف. أعطوا قيمة فقط تعرفون كيف يتحرك. الآن كيف نبدأ؟ قلت نحن نتحدث مع الإيكلاك ليس مع الآم. إيكلاك جاء من هنا وبدأ بالصعود هكذا إلى غاية هذا المكان، يعني نقول إيكلاك ينتمي من ناقص ما لا نهاية إلى غاية ناقص 2. هذا الإيكلاك. ناتي الآن إلى الآم، يعني إحنا قلنا وجدنا إيكلاك يساوي ناقص آم ناقص 2. ركزوا معي فقط، هيا نعوض، هيا نستخرج هنا من هذه العبارة، أبنا نستخرج قيمة آم، يصبح آم يساوي ركزوا معي، يصبح آم يساوي ناقص إيكلاك ناقص 2، لأني هذا أتيت به إلى هذا الطرف وهذا إلى هذا الطرف. يعني لاحظوا أي قيمة يأخذها الإيكلاك ننقص منها، نضربها في ناقص وننقص منها ناقص 2. كيف؟ ركزوا معي أرجوكم، يصبح آم حسب ما هو موجود هنا، يصبح هيا نأتي بهذه القيمة ونعوضها هنا، ماذا تصبح؟ تصبح زائد ما لا نهاية، يعني يصبح عند الآم عند زائد ما لا نهاية. ثم نعوض هذه إلى هنا، كم تصبح؟ إلى هنا عفوا، تصبح لاحظوا ناقص 2 مع الناقص تصبح زائد 2، زائد 2 مع ناقص 2 يصبح صفر، إذا الآن لاحظوا أين يتحرك، من الصفر إلى زائد ما لا نهاية، من الصفر ركزوا وقلت هو لا يظهر هنا أصلا لأنه وسيط، ها هي القيمة، أتوا بها وعوضوها هنا. تصبح ناقص 2 مع الناقص زائد 2 مع الناقصين تعطينا كم؟ صفر. إذا يوجد حلان سالبان، ها هم أمامكم، أحد هنا والآخر هنا. ثم ماذا؟ ثم آم يساوي كم؟ يساوي أن هذه، عوضوا الآن بالناقص 2 هنا، كم تعطيكم؟ آم يساوي الصفر، حلان سالبان إكس يساوي ناقص 2، ها هو أمامكم. حلا مسالبا مضاعفا، أكيد مضاعفا، أن قلت عند كل قيمة حدية عظمى وقيمة حدية صغرى، كذلك هنا الآن الإيكلاك يكون من هنا إلى هنا، كم؟ إيكلاك ينتمي من ناقص 2 إلى غاية 2، آم كم يبدأ يا أبنائي؟ عوضوا فقط أرجوكم لا تخافوا، آم يصبح ينتمي من الصفر إلى هاتوا هذه القيمة إلى هنا، هاتوا بهذه القيمة عوضوها هنا، ركزوا فقط، قلت هاتوا هذه القيمة وعوضوها هنا، كم تعطي لكم؟ ناقص 2، نعم قلت نأتي بهذه أولا بهذه القيمة وعوضناها هنا أعطت لنا الصفر، ونأتي بهذه القيمة تعطينا ناقص 4، يعني هنا تصبح ناقص 4 هكذا، ناقص 4 عفوا وماذا؟ والصفر، لأن يعني تقلب كل شيء يقلب، لأن هنا الناقص هذا يقلب كل شيء، لا يوجد حلول. ثم هنا كم يكون الآن؟ الإيكلاك كم هنا؟ الإيكلاك هنا 2، نأتي بالإثنان ونعوضها هنا، تصبح ناقص 2، لاحظوا نأتي بالإيكلاك بالإثنان ونعوضها هنا، ناقص 2 ناقص 2 يصبح آم يساوي كم؟ ناقص 4، حلا معدوما،
ها هو أمامكم مضاعفا لأنه قيمة حدية. الآن من هنا وأكمل المسير، يعني من ماذا؟ من ناقص 4 إلى غاية ماذا؟ لاحظوا نعوض، نقول ركزوا أرجوكم في هذه الحالات لأنها مختلطة، إلا أن لو ركزتم معي والله ستفهمونها إلى الأبد. لاحظوا جيدا، إيغريك ينتمي من 2 إلى غاية زائد ما لا نهاية. عوضوا هنا، آم يصبح ينتمي من ماذا؟ لاحظوا هنا، عوضوا بالإثنان تصبح ناقص 4، وعوضوا بهذه القيمة هنا تصبح ناقص ما لا نهاية. يوجد حلان مختلفان في الإشارة، هكذا كل شيء يقلب وتنقص له ناقص 2. هذه هي القاعدة العامة، هذه هي من ينجيكم من هذه المناقشة، إلا أنه دائما ركزوا أن الآم لا يظهر في المناقشة، الإيغريك والإكس هو الذي يظهر فقط. هذه فيما يخص هذه الحالة الاستثنائية، سنكمل مع بقية المثال الآخر. الآن نأتي إلى الحالة الأخيرة أبنائي، قال السؤال الأخير، قال ما قال أدرس وضعية المنحني سي بالنسبة إلى دلتا. إذن هنا دراسة الوضعية نركز على إشارة الفرق، إشارة الفرق كيف إشارة الفرق؟ يعني اف لإكس ناقص إيغريك تساوي لنا اف لإكس اللي هي إكس مربع زائد 2 إكس، هكذا 2 إكس زائد 2 على إكس زائد 1 ناقص إيغريك اللي هو إكس زائد 1 هكذا تساوي. قلت الإشارة، فيكم من يقول هيا أستاذ هل نجعله تساوي صفر؟ لا، لا تجعله تساوي صفر وتنقولوا لا. أكملوا العمل، كيف نكمل العمل؟ لاحظوا جيدا كيف نكمل العمل أبنائي. أولا علينا أن نوحد المقامات، أن المقام هنا واحد، يصبح كم؟ يصبح إكس مربع زائد هكذا إكس مربع. قلت لا تجعلوها معادلة صفرية وتصبحون تنقلون هناك، ستجدون التناقض، تصبح إكس مربع زائد 2 إكس زائد 2 ناقص المقام المشترك اللي هو إكس زائد 1 في إكس زائد 1 هنا على إكس زائد 1 يساوي. نكمل إكس مربع زائد 2 إكس زائد 2 ناقص إكس مربع ناقص 2 إكس زائد 1، أنا قمت بعملية النشر مباشرة يعني، على إكس زائد 1 يساوي. لاحظوا جيدا أنا قمت بعملية النشر فقط، سيذهب هذا مع هذا وهذا مع هذا، يبقى لدينا ماذا أبنائي؟ يبقى لدينا هذا مع هذا كم؟ عفوا هنا الناقص سيكمل هو كذلك معهم الناقص، يعني تبقى لدينا 1 على إكس زائد 1. ركزوا معي أرجوكم، هذا كيف هو موجب؟ هذا علينا بإنجاز إشارته، كيف؟ ركزوا معي هكذا. إذا في دراسة الوضعية أنصحكم معي عليكم أن يعني تجدوا إشارة هذه اللعبة، توحدوا المقام وتكملوا المسير هكذا. هنا إكس الناقص ما لا نهاية إلى الزائد ما لا نهاية، لاحظوا جيدا عندنا القيمة هي إكس زائد 1 تنعدم عند الناقص 1، ركزوا معي هذه القيمة تنعدم عند الناقص 1، اجعلوا هكذا إكس زائد 1 يساوي صفر، تجدون أن إكس يساوي ناقص 1. معادلة من الدرجة الأولى هنا عكس وهنا نفس هكذا، 1 على 1 على إكس زائد 1، لاحظوا أبنائي تصبح هنا غير معرفة لأن هذا أصبح في المقام ناقص، يبقى هنا زائد نفس الشيء. تبقى الوضعية، الوضعية كيف ندرسها أبنائي؟ ركزوا معي أرجوكم حتى تتعلموا، هكذا هنا هكذا، هذه غير معرفة وهنا الوضعية، الوضعية ماذا نقول في الوضعية أبنائي؟ لا تخافوا، قولوا هنا، هنا ماذا عندنا؟ ناقص، قولوا سي يقع ليس يقطع، يقع تحت دلتا، هنا غير معرفة إذا لا تتكلموا شيء، لو كانت يعني جاءت هكذا قولوا
قولوا يقطعه في تلك النقطة، قولوا يقطعه، أما هنا لا، هنا قولوا سي يقع فوق دالتا، يعني في مكان الزائد يقع فوق، وفي مكان الناقص يقع، وفي الناقص واحد اللي هو المستقيم ناقص واحد يكون هو مفترق الطرق، يعني من هذا المكان إلى هذا المكان يقع تحته، ومن هذا المكان إلى هذا المكان يقع فوقه، أنتم تلاحظون ذلك، ها هو أمامكم، هنا فوق، من هنا تحت، لاحظوا ها هو المستقيم، لاحظوا ها هو المستقيم، المنحنى يقع تحته، ها هو أمامكم تحت هذا المستقيم، أما هنا من هنا إلى غاية هنا، لاحظوا ها هو المستقيم، لاحظوا إلى المنحنى يقع فوقه، هو يقع فوق لأن ها هو تحت، هذا يقع تحت، أما الآن هنا لاحظوا إلى المنحنى، ها هو المنحنى، المستقيم كيف هو يقع فوقه، لاحظوا يقع هنا، إذا ركزوا معي، قلت من هنا إلى هنا، من الذي يقع؟ إذا المنحني يقع تحت، ها هي تحت، وهنا يقع فوق، هذه هي فيما يخص دراسة الوضعية، الآن بعد ما درست الوضعية جاءت المناقشة البيانية، فيما يخص المناقشة البيانية هنا أبنائي هي لا تشبه الأولى، لاحظوا ما هي المناقشة الأولى، الحالة الأولى ها هي، هذه تشبه ماذا قلنا؟ إيكغراك يساوي إكس زائد إم، كيف يتحرك هذا المستقيم؟ لا نتعب عقولنا، أعطوا أبسط قيمة أعطوا له الصفر. إيكغراك إم أعطوا له الصفر كم يصبح؟ إيكغراك يساوي إكس. نأتي إلى هذا المستقيم بالجدول المساعد ونجعل هنا نعطي الصفر يعطينا صفر، نعطيه واحد واحد، يعني هذا المنصف الأول، ما هو؟ هو ها هو أمامكم المنصف الأول، سنرسمه أمامكم، ما هو المنصف الأول؟ يعني جميع المستقيمات، جميع هذه المستقيمات تتوازي مع هذا المستقيم الذي رسمته بالأخضر، يعني هكذا يسيرون بهذه البساطة، كل المستقيمات تسير هكذا، يعني هنا الأمر يعني حتى يصبح واضح وجلي للجميع، كيف نبدأ في المناقشة؟ لاحظوا إلى هذه، أولا هذه المناقشة المائلة، يعني هنا هذه مناقشة مائلة، لها علاقة وطيدة مع هذه، لها علاقة وطيدة مع هذه 100%، إلا أن هنا إكس، وهنا إكس، هنا آم، وهنا كم؟ واحد، يعني وكأنما الآم هو يصبح ماذا هذا الآم؟ ركزوا، لأن أي مستقيم يكتب هكذا أكس زائد بي، أكس زائد بي، وهنا إيكغراك يساوينا إكس زائد إم، نعلم أبنائي أن دائما البي هذا هو نقاط التقاطع مع محور التراتيب، يعني المستقيم أي مستقيم نرسمه هكذا هذه هي التي تمثل ماذا؟ بي، مهما كان، مثل هذا المستقيم الذي هو يظهر هنا الدالتا، هذا كم هنا البي؟ واحد، لهذا ها هو أمامكم واحد. إذا ماذا تمثل هذه الأشياء؟ تمثل النقاط، الآن يمثل نقاط التقاطع مع محور التراتيب، دائما يمثل في هذه الحالة نقاط التقاطع مع محور التراتيب. إذا ننطلق على بركة الله الآن ونبدأ في المناقشة. إذا كيف نقول؟ نقول آم ينتمي، يعني ها هو من هنا وبدأ بالصعود، لاحظوا لو يكمل المسير هكذا هذا المستقيم، وهذا ما زال هكذا، لو يأتي هذا كذلك هنا كم؟ يأتي آم، يعني يشبه هذا الآم، يشبه الدالتا، يعني يشبه الإيكغراك، يصبح من ناقص ما لا نهاية إلى غاية ماذا؟ إلى غاية هذه النقطة، لأن دائما عنده علاقة مع هذا، إلى غاية واحد مفتوح، كم يوجد من حل؟ لاحظوا ها هو حل وها هو حل، يوجد حلان سالبان فقط. ربما فيكم من يقول أنا لم أفهم يا أستاذ،
ركز معي ستفهم بإذن الله كيف. ها هو المستقيم أمامك، يوازي هذا المستقيم، ها هو الآخر، ها هو آخر، كم يقطع المنحني؟ هل يقطعه في مرة أم في مرتان؟ ركز معي فقط. إذن هنا قلت في الأول، هنا نعتذر على كل حال، هنا من في هذا المجال من هنا إلى هنا أبنائي يوجد، لا ليس حلا يوجد بل حل، نعتذر، قلت إذا أن لأن المستقيم لو نرسم مستقيم يقطعه هنا فقط، لو نرسم مستقيم آخر يقطعه هنا فقط، الحلول كلها تأتي في الجهة السالبة. إذن آم ينتمي من ناقص من النهاية إلى الواحد، يوجد حلا وحيدا، كيف هو؟ سالبا، لأنه يسقط في الجهة السالبة. ركزوا معي، قلت هذا المستقيم إيكغيك يساوي لنا إكس زائد آم، هذه آم يا أبنائي هي نقاط التقاطع مع محور التراتيب، هي هذه الأمكنة. الآن نأتي إلى الحالة الثانية، إذا رقم واحد، رقم اثنان، آم لما يكون من هنا اللي هو الإيكغيك في الأصل إلى الزائد من النهاية، إذن آم ينتمي من ماذا؟ من الواحد إلى غاية ماذا؟ إلى غاية زائد ما لا نهاية، يوجد كم من حل؟ لاحظ جيدا، لاحظ جيدا، هنا حل موجب، هنا لما يصل إلى هذا المكان، إذن هنا نتوقف نقول عند الاثنان، إلى الاثنان فقط، إلى غاية الاثنان، ركزوا معي، إلى غاية الاثنان هنا هكذا، آم هنا اثنان، من واحد إلى اثنان يوجد حلا، يوجد حلا موجبا فقط. الآن هنا الآم يساوي كم؟ اثنان حلا معدوما، حلا معدوما مضاعفا، مضاعفا لأن جاء في هذه القيمة. الآن هنا يصعد يكمل المسير، آم ينتمي من الاثنان إلى غاية زائد ما لا نهاية، يوجد حلا، كيف هو؟ سالبا وحيدا. لماذا أبنائي؟ لأن لو نلاحظ جيدا إلى هذا الشيء، ركزوا معي أرجوكم حتى تتعلموا، أريدكم أن تتعلموا هذه مناقشات الحالة العامة. ها هو المستقيم المرجعي، هذا هو المستقيم المرجعي، هنا آم كم؟ هنا يكون واحد ونصف، هنا كم يكون؟ اثنان، اثنان هنا، يعني كل الحلول في هذه الجهة تقع في الجهة الموجبة. الآن لما يكمل مسيره يبدأ الحلول تأتي في الجهة السالبة، هكذا بهذه البساطة. الآن نأتي إلى الحالة الثانية اللي هي إيكغيك آم، إيكغيك يساوي إكس ناقص آم، إكس ناقص آم اللي هي إيكغيك يساوي إكس ناقص آم. هنا يا أبنائي كيف؟ الإيكغيك يبقى دائما، قلت له نفس العبارة، يأتي هكذا ويكمل المسير، هذا الإيكغيك. الآم يعكس كل الأمور، الآم يعكس كل الأمور، يعني كل قيمه تضرب في ماذا؟ في ناقص واحد. يعني لما يكون إيكغيك ينتمي من هذا المكان، من هنا، من ناقص ما لا نهاية إلى ماذا؟ إلى غاية هذه المكان، من هنا إلى هنا، هذا الإيكغيك يكون، تكون قيمه هكذا. آم كيف يكون في رأيكم؟ آم كيف يكون؟ يكون، لاحظوا جيدا، من هنا إلى هنا، آم ينتمي من ناقص واحد إلى غاية ماذا؟ إلى غاية زائد ما لا نهاية، لأن كل القيم قوم بضربها في الناقص. إذا كان مثلا في الأول عندنا كان آم، لو عندنا في هذه الحالة لما آم كان من الناقص ما لا نهاية إلى غاية ماذا؟ إلى الواحد، قوموا الآن بضرب هذه القيمة في الناقص، ماذا تصبح هنا؟ الزائد ما لا نهاية، هنا يصبح الناقص واحد، إلا أنه تعكس هكذا وهكذا. إذن هنا ماذا نقول؟ يوجد كم يوجد؟ يوجد نفس الشيء حلا سالبا.
الآن من هنا إلى هنا هذا الإجراج، الآن كم يصبح؟ كل القيم نضربها في ناقص، هنا كم كان؟ ناقص واحد، هنا كم يصبح؟ ناقص، إذن آم من ناقص واحد، من ناقص اثنان عفوا، لأن تعكس الأمور إلى غاية من ناقص اثنان. ربما ربما فيكم من يقول أنا لم أفهم يا أستاذ، ركز معي يا أبنائي. إكس هكذا، إيكغريك يساوي إكس ناقص آم. قلت كل القيم التي يأخذها الإيكغريك أضربها في الناقص. هنا كم؟ هذه القيمة بي كم؟ واحد، أضربها في ناقص، به ناقص واحد. هنا كم؟ ناقص من النهاية، أضربها. هنا كم؟ اثنان، أضربها. الآن نأتي إلى الحالة هذه الأخيرة. عندنا لاحظوا نفس الشيء، إف لإكس يساوي لنا إكس زائد اثنان آم. نحن تحدثنا قلنا هذه نفسها هي إيكغريك يساوي لنا إكس زائد اثنان آم، يعني نقاط تقاطع المنحني سي إف مع المستقيم إيكغريك يساوي لنا إكس زائد اثنان آم. أولا كيف يسير هذا المستقيم؟ يسير مثل ما يسير هذا، لأن عندهم نفس معامل التوجيه واحد واحد، يعني القيمة المضروبة في الإكس هي واحد والقيمة المضروبة في الإكس الثاني هي واحد، يعني يصبح يشبه يميل مثل ما يميل هذا، مثل ما يميل الدالطة الذي يظهر هنا أمامنا، ها هو الدالطة. الآن قلت أنا دائما ركزوا معي، أن قلت دائما أي مستقيم يكتب هكذا إكس زائد بي، يعني بالمطابقة بي هنا يصبح يساوينا اثنان آم، والبي هو دائما هو نقاط التقاطع مع محور التراتيب هنا، هذا هو الذي يمثل بي، هذا يمثل بي يا أبنائي، هذا يمثل بي، هنا يمثل بي، البي هنا كم؟ واحد. الآن ننطلق، هذا المستقيم كيف يسير؟ يسير مثل ما يسير هذا، مثل ما يسير هذا، وهذا هو نفسه هذا اللي تلاحظونه. إذن هذا المستقيم يأتي هكذا، يبدأ بالصعود، يعني يأتي من ناقص ما لا نهاية ويبدأ إلى غاية هذه النقطة، يعني كم هذه النقطة؟ هنا هي واحد، ركزوا معي أرجوكم. إذن لاحظوا المستقيم الأول هو إكس زائد واحد، المستقيم الذي أعطي لنا الوسيطي هو إيكغريك يساوي لنا إكس زائد اثنان آم. هيا نستعمل هذا يساوي هذا وهذا يساوي هذا، إذا هذا يساوي هذا، يعني كم يا أبناء؟ يصبح اثنان آم يساوي لنا واحد، ومنه آم يساوي لنا نصف، يعني نقول آم ينتمي من ناقص ما لا نهاية إلى غاية نصف هنا، هنا آم يكون نصف، هنا الإيكغريك واحد، البي هو الواحد، هنا البي واحد، لكن الآم يكون نصف لأنه وسيط لا يظهر، يوجد حلا وحيدا، كيف هو يا أبنائي؟ سالبا، ها هو أمامكم، لا يسقط، يسقط هنا. الآن من هنا إلى غاية هنا البي كم؟ البي هنا واحد، والبي نتحدث عن البي لم نتحدث عن الآن بعد، هنا اثنان. لما يكون ركزوا دائما معي تابعوا جيدا، لأن هنا مع هنا نقول اثنان آم يساوينا بي، البي هنا كم يا أبنائي؟ هنا الاثنان، يصبح اثنان آم يساوينا اثنان، أي آم يساوينا اثنان على اثنان يساوينا واحد، يعني ماذا نقول؟ نقول آم ينتمي من نصف إلى واحد، يوجد حلا موجبا، ها هو أمامكم أبنائي، لو نرسم أي مستقيم يسقط في هذه الجهة، يعني في الجهة الموجبة، يعني لما نسقط الحل يأتينا في الجهة الموجبة. الآن هنا كم يكون؟ آم يساوي لنا واحد يا أبنائي، قلت هنا بي يساوي الواحد، الآن دائما ركزوا البي هنا استعملوا هذه القاعدة، الآن يصبح آم يساوي لنا بي على اثنان،
أي قيمة تجدونها قوموا بقسمتها على 2. هكذا ركزوا معي أرجوكم حتى لا تختلط عليكم الأمور. هنا بي كم؟ البي، لأننا نتحدث عن البي، ها هو بي، هو 2. طبقوا هذه القاعدة بالمطابقة، تصبح ام يساوينا بي اللي هي 2 على 2. هنا كم يكون عندنا من حل؟ يوجد حل وحيد، حلا وحيدا معدوم فقط. الآن هنا الآن يكمل المسير المستقيم. ماذا نقول؟ نقول أبنائي ركزوا معي كذلك، نقول هنا آم ينتمي من الواحد، لأن هنا كم؟ البي 2. الآن كم يكون؟ يكون 1، لأن طبقنا هذه القاعدة من 1 إلى غاية زائد ما لا نهاية، لأن هنا البي لو نضع البي هنا كم يكون البي هنا في هذه المناطق؟ يكون زائد ما لا نهاية، زائد ما لا نهاية 2 يعطينا زائد ما لا نهاية. يوجد حلا وحيدا، لاحظوا ها هو يسقط هنا سالبا بهذه الطريقة. يعني الأمور، يعني كيف تلخصون؟ وربما فيكم من يقول يا أستاذ أنا فهمت ولكن اختلطت علي الأمور. ناتي إلى الحالة الأولى، يجي لك يساوي لنا إكس زائد آم، ولاحظوا إلى المستقيم هذا، يجي لك يساوي لنا إكس زائد 1، ولاحظوا إلى هذا إكس أ إكس زائد بي. لو تلاحظون إلى الآم هنا هو البي، هنا كم يكون؟ 1، ها هو الواحد يا أبنائي، يعني مثل ما يحفظ. الآن نأتي إلى هذا، الآن هنا يأخذ ليس البي، يأخذ عكس قيم بي، يعني كل ما هو لبي يضرب هنا، لاحظوا في الناقص، لأن هنا يعني ركزوا، لما قلت هنا بي كم؟ 1، يصبح كم؟ ناقص 1، هنا البي كم؟ ناقص ما لا نهاية، يصبح زائد ما لا نهاية بالنسبة إلى آم. هنا كم؟ هنا البي كم؟ 2، مع قانون نعكس كل شيء يصبح ناقص 2. هنا البي كم؟ يصبح زائد ما لا نهاية، يصبح كم؟ الآم ناقص ما لا نهاية. هكذا هنا كذلك يا أبنائي في هذه الحالة تصبح 2، لاحظوا 2 آم يساوي بي، ومنه آم يساوي بي على 2، يعني كل قيم بي قوموا بقسمتها على 2، وهنا كل قيم بي أضربها في الناقص، وهنا كل قيم بي يأخذها آم مباشرة، يعني هنا حتى يعني يتلخص كل شيء بالنسبة إليكم. كذلك عندنا مناقشة أخيرة اللي هي بالرغم هي لم ترد في هنا عندنا في التمرين، لكن أنا حبذت أن أضع حتى يكون التمرين شامل. المناقشة التي يكون فيها المستقيم عبارة عن يحدث دوران، يحدث لنا دوران سنقوم بإنجازه إن شاء الله. هنا مع أن نتعلم يعني ناقش بين، لاحظ ناقش بيانيا حلول، ناقش بيانيا حلول المعادلة، لاحظوا اف لإكس يساوي لنا، لاحظوا ام، لاحظوا هكذا إكس زائد 1، ام إكس زائد 1، ركزوا معي جيدا، ام إكس زائد 1. لاحظوا أولا كيف نناقش المستقيم. في الأول قلنا أي مستقيم يكتب هكذا ا إكس زائد بي، البي هنا يا أبنائي كم؟ 1، ها هو الواحد. الأ كم؟ آم. ماذا يمثل الأ يا أبنائي في الدالة التألفية؟ يمثل معامل التوجيه، قلت يمثل معامل التوجيه، ومعامل التوجيه يا أبنائي يقصد به الميل. يعني ما هو المقصد من هذا الشيء؟ ركزوا معي حتى تفهمون كل شيء بإذن الله نقطة بنقطة. هنا لو نأتي ونقوم برسم، لاحظوا جيدا، نقوم برسم دائرة مركزها هذا المكان، لاحظوا
ستفهمون بإذن الله. نقوم برسم دائرة وستتعلمون كيف نناقش المناقشة هذه التي تدور. لاحظوا لماذا قمت أنا برسم هذه الدائرة حتى تتضح. أنتم غدا في البكالوريوس ترسمون الدائرة، لكن ركزوا معي حتى تفهمون كيف أفعل وكيف أناقش في هذه الحالة الذي يكون فيها كيف معامل التوجيه هو الذي يتغير. هنا معامل التوجيه هو الذي يتغير، ليس البي. البي ثابت، قيمة واحد. يعني هذا المستقيم يا أبنائي كيف يصبح يدور، لأن الميل يميل. لو نرسم مستقيم أول مثلا، نرسمه هكذا، هذا ميله كم؟ يميل بصفر. لو نأتي الآن إلى هذا، كم يميل؟ يميل بخمسة وأربعون درجة، اللي هي واحد، لأن الميل ربما ينسوا بعضكم، أو المعامل التوجيه هو نفسه الذي درستم، هو التونجونت. هو التونجونت، تونجونت خمسة وأربعون اللي هو بي على أربعة كم؟ هو واحد، لأن يساوينا الكوس على السينيس، والكوس جذر اثنان على اثنان، والسينيس جذر اثنان على اثنان يعطينا واحد. إذا هنا كم يكون معامل التوجيه؟ يكون واحد. وهنا كم؟ صفر. ركزوا معي فقط، هنا كم يكون؟ هنا يكون ما لا نهاية، الميل لاحظوا كم يميل. هنا كم يكون؟ ركزوا معي، ركزوا أرجوكم حتى تتعلموا. هنا نأتي برسم هذه القطعة هكذا، المستقيم الآخر. هنا كم يكون؟ يكون ناقص واحد، لأن ناقص خمسة وأربعون. وهنا في الختام تابعوا أرجوكم حتى تتعلموا المناقشة من هذا النوع، لأنها هي مناقشة جد يعني صعبة. لاحظوا هكذا، هنا كم يكون الميل؟ ناقص ما لا نهاية. هنا يميل بناقص ما لا نهاية، هنا يميل بناقص واحد، وهنا يميل بالصفر، وهنا يميل بالواحد، وهنا يميل بالزائد ما لا نهاية. لاحظوا جيدا، إذا نبدأ المناقشة نقطة بنقطة. ركزوا معي أرجوكم، لما يكون الميل قلت هذا هو الذي يتغير به الآن، هذا هو الذي يتغير به الآن، إذا كيف نقول؟ ركزوا، قلت هذا هو معامل التوجيه، ومعامل التوجيه عبارة عن ميلان. ميلان يعني هكذا 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 هكذا، يعني يدور، يصبح في مكان واحد اللي هو الواحد، وأصبح يدور هذا المستقيم. نقول من هنا إلى هنا هكذا، من هذا المكان إلى هذا المكان، من هنا إلى هنا، نقول أم واحد، أم ينتمي من ناقص ما لا نهاية إلى غاية الناقص واحد، مفتوح. يا أبنائي تابعوا، ها هو المستقيم، مستقيم، سنرسم مستقيم كيف؟ لاحظوا من ناقص ما لا نهاية، ها هي ناقص ما لا نهاية، ها هو مستقيم، لو تلاحظون يقطع المنحني مرة واحدة، ثم يميل نوعا ما، لاحظوا لو مال هكذا كم يقطع؟ يقطعه مرة أو مرتين، تابعوا جيدا. إذا قلت يعني من هنا إلى غاية هنا، ها هو يقطعه مرة، لو ترسمون المستقيم تجدونه يقطع، ربما الأمور اختلطت عليكم، تابعوا جيدا أبنائي حتى أوضحوا لأبنائي كل شيء. ها هو المستقيم، يقطع مرة، يزيد يميل، يقطع مرة، هو لا يعني إلى غاية هنا، كم نقول؟ إلى غاية هنا يوجد حلا وحيدا، كيف هو؟ سالبا. ثم ماذا؟ ثم من هنا إلى هنا، ها هو أمامكم لا يمسه، آم ينتمي من الناقص واحد إلى الصفر، لا يوجد حلول. ثم لاحظوا جيدا، من هنا إلى هنا، لاحظوا أبنائي ها هو المستقيم، لا يوجد، زاد ميلان، لا يوجد، حتى إلى هنا، قلت إلى هنا يعني من الصفر، عفوا من الصفر، آم ينتمي من هنا إلى غير هنا، قلنا واحد إلى الواحد، لا يوجد حلول. هكذا هذه فيما يخص الحلال. الآن يبدأ من هنا إلى غاية هنا، الحالة الأخيرة
اللي هي كم؟ نقول آم ينتمي من ماذا؟ من الواحد إلى غاية ماذا؟ إلى الزائد ما لا نهاية. يوجد، ما هو الحل الذي يكون يعني يوالي هذا الشيء؟ لاحظوا جيدا، من هنا إلى هنا ها هو حل، وها هو حل آخر. يوجد حلان، يوجد ماذا؟ حلان مختلفان في الإشارة. كيف؟ إذا هكذا، إذا حل أن يوجد حلان مختلفا في الإشارة. كيف يا أبنائي؟ ربما فيكم من يقول كيف يا أستاذ؟ سنقوم بعملية المحي هنا أمامكم، يظهر لكم جليا المنحنى كيف يظهر في هذه المرحلة. ها هو أمامكم، سنقوم برسم مستقيم يشمل هذه. ها هو أمامكم، لاحظ يعني أنا أتحدث من هذا المكان إلى هذا المكان، هو من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية. ها هو حل، وها هو حل، يوجد محلان مختلفان في الإشارة. هذه هي فيما يخص المناقشة من هذا النوع، من هذا النوع. فوإن وجد الأخطاء في الحساب فنعتذر على ذلك، في الكمال لله في هذه الأشياء أبنائي. كما تعلمون أن هذا الفيديو قد تم تسجيله على 43 صباحا، يعني بعد في صلاة الفجر، ولهذا ممكن أن يكون فيها خطأ في الحساب، والكمال لله. كما أتمنى لأبنائي النجاح في البكالوريا، وزوروا موقعنا الموجود أسفل الفيديو ليصلكم جديدنا باستمرار. بعد ما قمنا بحل هذا التمرين الشامل الذي يعني تعلمنا من خلاله على كيفية المناقشة البيانية، المناقشة البيانية التي لها علاقة وطيدة في البكالوريا في دراسة الدواء، لهذا أنصح الجميع بمشاهدة هذا الفيديو لتعلم كل شيء فيما يخص عن المناقشة البيانية. وزوروا موقعنا الموجود أسفل الفيديو ليصلكم جديدنا عبر صفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين، وشكراً.